السلام عليكم عم مختار، هذه عقبال كرسة تروا سيلاندر. بالله عندي فويت نتاع الزيت ونحبك تعاوني، كان تعطيني فكرة منين ينجم يكون زعما الفويت يبدا يخرج من تحت المانو نتاع الزيت. هاك المانو يبدا يخرج من البلاصة اللي تحت المانو بين الكاش نورمالمون تاع الشين ديستريبيسيون والموتير، يبدا يخرج من البلاصه هذيك من الجواع اللي تحت المانون، ومو يبدا هابط 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 حتى ايش اللي يكمل مع الكارتير. هاك ديجا بالظل هاكم الزيت هابط مع الكارتير. هاك الزيت على مختار هابط، يبدا مع الكارتير هابط، دوما تخدم الكهرباء يولي الزيت خارج من غاديك من البلاصه هذيك. جيز دوما خدم الكهرباء يبدا الزيت خارج من البلاصه هذيك. كانت نجم تعاوني على مختار تعطيني رايك منين ينجم يكون خارج الزيت هذاك. هاك الزيت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جوابا لأخونا هذا اللي بعث الفيديو اللي هو كونه قال عندي تقصير زيت يعني ينزل مع القطاع نتاع الكاتينة ومع ومن المانو، هو المشكلة هذوما لوبير راهم فيهم المشكلة نتاع المانو هذا. شفتوها كيما هذه، هذه تو باش تبدا تضيع. ها شفتوها، شفتوا الزيت، الزيت يخرج من وسط المانو، شفتوه الزيت يخرج من وسط المانو ويبدا نازل على الكاش حتى لين يوصل لوطا. هذوما مشكل عندهم مشكله في المانورا ديما هكاك لوبيل، هذوما فيهم مشكله مريت. هذه هو مازالت بدات تو تقطر، هذه نتاع الولد اللي خدم معايا عمك علي، انا باش نعمل عليها الفيديو خي نلقاها تضيع. هي بيضا تضيع، شفتوا هنا تبدا هي مشكلتهم هذوما لوبيل في المانو هذا، تبدا تضيع من هنا، تبدا تضيع من هنا لين ينزل لوطا. هذا مشكل نتاع تضيع الزيت او تسرب الزيت من المكان هذا. يغير هو لازم تو شو يعمل، يغير المانو هذايا ويمسح الدنيا كله وبعد يزيد يثبت، لابد منه. هذا المشكل اللي في اللوبيل هذوما اللي هما ثلاثة سلندر فيهم المشكل هذايا نتاع تضيع الزيت. أما إذا كان تلقى هكا تضيع الزيت نتاع حاجة هكا مندية وكذا، هذا راه مش تضيع، هذا كله يعني عادي. أو كيما هذايا تو مازال ما بداش يقطر لطف، معناتها عادي. يعني تلقى هكا شويه نداء ولا كذا في اماكن معينه عادي، هذا مش ما سمش تضيع زيت، ما سمش تسرب زيت. هذا هي المشكل اللي فيهم لوبيل هذوما ثلاثه سلندر لوبيل كورسا، فيهم تضيع الزيت ديما من المانو نفسه. شفتوها من مكان ما، هذا كان المشكل اللي فيهم. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه عندنا موتور اوبيل سوينغ 3 سلندر اوبيل كورس سي، شو راكم المكونات نتاعو باش يتكون وشنو اللي فيه بالضبط. الموتور هذايا احنا محطوط حطان تو مفرك، هو غير انا باش نوريكم الحاجات اللي فيه بالضبط. عندنا هذايا من فوق نسموه كاش شفر، عندنا قبل كل شيء عندنا هذايا بوبين اللي هي تمشي فيها البوجيات، بوجيات يجيو لوطا، هذايا بوبين، هذه كاش طبعا كلنا ملوطه، هذه كاش سوباب اللي هو القطاع الثاني، هذوما دو ضرب عكام وبالبنيون. هذه بنيون ضرب عكام تجي فيها الشان، تجي فيها السلسله، تجي فيها الكاتينه. هذه بنيون منها بنيون منها، هذوما دو بنيون من هنا، هذوما دو ضرب عكام اخذ، هي دوبل ضرب عكام لوبيل سوينغ دوبل ضرب عكام، هذوما دو ضرب عكام. هذه من هنا عندنا بولي بولي بومباو،
هذه بولي بومبو قلنا، هذه بولي بومبو، هذه بولي موتور، هذه بومبو طرمبة الماء، هذه بومبو، هذه بومبو هذه فيها التوربين أنا لابس عليها، معناتها لابس عليها طرمبة الماء. هذه من هنا تعمل هيك، هذه اللي تركب فيها البولي في نفس الوقت تدور بومبوي، تعمل هيك كيف تدور بومبوي. هذه كاش نتاع الشان، قطع الشان اللي هي قدام، خاطر الشان بعد يجي هنا تمشي هنا سلسلة تمشي مع الموتور مع المحرك. هذه من هنا كولكتور نتاع الادميسيون اللي فيه الانجكتورات، فيه الانجكتورات شوفوا واضح، هذوما الانجكتورات اللي هنا تروح سيلندر تروح انجكتور. هذه كور بابيون اللي هي التكسيلاري، هي كور بابيون، هذوما تروح انجكتور. عندها كارت نتاع الكالكيلاتور نتاعها تركب هنا، كون مش كون زين. عندنا الشان هذه كما قلت لكم، الشان جي هذه هنا معها طوندير، طوندير من اليمين وطوندير من اليسار، عندها زوج طوندرات، طوندير من اليمين طوندير من اليسار. هذه الشان نتاعها انه من هذه نتاع تروا سيلندر، الشان نتاعها جي حديد. عندنا هذايا المانو نتاع الزيت اللي باش يقيسوا بيه الزيت، عندنا هذايا كيلاس تو نحو، وعندنا هذايا تو نجيبو من هنا الكاميرا شوية نجيبو منا. عندنا هذايا الكاتاليزر اللي هو منه شابمون منه كاتاليزر، منه شابمون منه كاتاليزر، فرد مرة يعني. هذايا كاتاليزر نتاع الباليسوينك، هنشوف فيه كاتاليزر. هذا فيه صوند لامدا، هذه اللي يسمعوا بالصوند لامدا، هذه صوند لامدا. هذا هنا كولكتور كامل يجي يعني وقت ناحا، منه كولكتور منه كاتاليزر. بعد هذا كيلاس، احنا كل السلعة هذه كلها محطوطة هنا. هذا كيلاس، هذا كيلاس اللي هو فيه السوبر باد وفيه كل شيء. هذا البلوك، هذا البلوك طبعا، البلوك فوسط الفيبركان وفوسط البيسونات وتحت منه الكارتير. البومبوين تجي في الكاش نتاع الشان، البومبوين ما يجيش في الكارتير في الاوبن سوينك. هذا هذه في ناس من هنا عندنا لومبرياج، هذيك البوات من هنا عندنا لومبرياج، هذه هذه لومبرياج ديسكو بلاتو بي تي والفولوموتور يركبوا من هنا من تالي، وحداهم حداهم الفيترويد اللي هو هذا، وهذه البوات نتاعها، هذه البوات نتاع لوبال سوينغ، البوات نتاعها نتاع لوبال سوينغ. فيتاس هيجي من هنا على جنب، هذه الفيتاس نتاعها، وهذه البي تي نتاعها بالزيت ديريكت بومب بي تي هنا فيها، واضح؟ نعم. توا باش نوريكم كلهم حاجة حاجة.